صباح الخير على وزيكم، عاملين ايه؟ كل سنه وانتم طيبين يا رب، وان شاء الله عيد سعيد عليكم كلكم. طبعا تقول لي يا معلم انت زعلان في العيد؟ اوكي يا طبعا لازم اكون زعلان، الجد شلبي مش موجود في بيته اصلا واحنا في العيد كمان، ومش مدينا اي فلوس نصرفها خالص، وانا زعلان عشان معيش اي روبوكس حلوه ينفع اني اكون موجود في العيد، ومعيش اي فلوس اصرفها. كل واد زعبوله نفس الكلام، وحركات الفرخه نفس الكلام، معهمش برضه فلوس. ايه ده زعبوله المزعب الجاي؟ تعالى زعبوله اطلع فوق. انا فوق. اوكي لو نعمل ايه دلوقتي؟ بس في الجد شلبي نختفي يوم العيد، انتوا متخيلين؟ ابو علي الجد شلبي برضه لسه ما جاش، انا عمال ارن من الصبح، انا تعبت، انا محتاج فلوس عشان اصرفها. ابو علي معيش ولا ربع جنيه، وانا كمان معيش والله فلوس الزعبوله. طب نعمل ايه؟ تيجي نسرق البنك. ابو علي نسرق البنك في العيد يا غبي؟ البنك قافل في العيد، انا نسيت. لا مش كده، الناس سحبت فلوسها اللي في البنك عشان يصرفوها في العيد، مش هنلاقي فلوس اصلا. انا معلي وانا اللي افتكرتك مش عارف تسرق البنك. هو لو في فلوس كنا نروح نطلب. لا 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 مش هنعمل كده. اوكي علي ودلوقتي طب هنعمل ايه؟ مش عارف الجد شلبي فين. انت وين انت ماما؟ ارفع ايديكم بالشوارع. وات انت عاوز ايه يا فرخه انت؟ قلت لك انا غياب غياب دلوقتي، مش انا عاوز عيدية. عيدية؟ احنا اصلا مفلسين. طب انا اعمل ايه بقى يا حبيبي؟ ماليش دعوة، انا لازم اكون معايا فلوس كده عشان اشتري بيونة، عشان اشتري بيونة بتاعت عيد تبع بليونة العيد. بص اسمع، بص معلش ولا ربع جنيه، والجد شلبي مش لاقينه، هنعمل ايه طيب؟ حركات يا ابني، لازم يكون معانا فلوس بقى، امال انا اشيل فلوس بقى في ايه بقى وعيد ازاي؟ يا ابني احنا كمان معناش فلوس، افهم الجد شلبي بس مش عارف راح فين على الهوية بجد، لا نكون في العيد ومعناش ولا ربع جنيه. طب اقول لكم على حاجة، تعالوا كده نبص على الجد شلبي يمكن يكون جه على الهوية. خلينا نبص هناك كده. اوكي عربيته مش هنا، الله على الهوية مش موجود. اوكي خلينا نبص كويس. ايه ده عربية الجد شلبي؟ حركات ليتس جو. الجد شلبي اهو، جد شلبي يا جدو. ايوه انا سامعك، استنى برك العربية. يا ولاد كل سنة وانتم طيبين. ايه ده ابو علي حاسب طاع؟ انا عمايك يا جد شباكة. وادي ابو علي انا راح اجيب بتاع جد شباكة، خد عداية. ايه حركات الغبي ده بتوع، انا راح انزل على السلم بعدك، اخد العداية قبلك ابو علي. يا جدو شلبي انت وحشتنا، انت كنت فين؟ عاوزين عداية يا جدو. إيه فلوس جد شلبي؟ هات فلوس الاول. ايه ده زعبولة راح قبلي؟ ازاي بس زعبولة؟ قولي بولي على الهوية، انا وقعت انت وانا حركات الفرخة. انا مش هاخد الفلوس قبلك يا حبيبي. فلوس قبلي؟ ثانية جد شلبي محتاجين فلوس. بليز بليز يا جد احنا في العيد. كل سنة وانتم طيبين، انا كنت محضر لكم مفاجأة على فكرة، بس انتوا محتاجين فلوس، بتقولوا تاخدوا الفلوس ولا المفاجأة؟ الفلوس طبعا يا جدو، انا كنت واثق ان انتوا هتختاروا الفلوس يا شوية دبان. ثانية يا جدو انت مش بتقول نختار الفلوس ولا الهدية؟ حركات تختار ايه؟ فلوس فلوسة، مش عاوز هدية، فلوس اديني بقى. بادي بادي انا جدو شبكة بشاع. شفت يا جدو؟ او فلوس برضو. زعبولة تختار ايه؟ مش محتاجة يعني فلوس ولا هدية، الاتنين. ايه ده اي واحدة بس؟ اختار لك واحدة. ايه ده واحدة؟ الاثنين. جدو شلبي ما ينفعش الاثنين؟ لا طبعا واحده، يا اما تاخدوا الهديه يا تاخدوا الفلوس. وات ايه كل الفلوس دي؟ لازم قالوا انا محتاج الفلوس ده جدو شلبي في العيد بليز، عشان اشتري بالونه واشتري هدايا كتير واشتري حاجات كتير بحبها. طيب ماشي، اللي هياخد الفلوس دي واحد بس منكم، عشان انتوا الثلاثه هتكونوا موجودين في تحدي دلوقتي، فهمتوا؟ ايه ده تحدي؟ ازاي جدو شلبي مش احنا الثلاثه المفروض يبقى معانا هديه العيد او الهديه بتاعت العيد؟ لا انتوا الثلاثه هتعيشوا قطط لمدة 24 ساعة يوم كامل، وانتوا قطط، واللي هيستحمل منكم ان يكون قطة هو اللي هيكون معاه الفلوس دي كلها. او نعيش قطط؟ ازاي بس الكلام ده؟ ثانية حركات انت موافق؟ انا ممكن اعيش كتكوت اصلا، وممكن اعيش بدي ماشي ناموسة عشان اخد الفلوس دي، مش مشكلة ما فيهاش معايا. ايه ده انت ما عندكش مشكلة في أي حاجة؟ زعبولة انت تعيش قطة؟ اقدر بص اعيش في الحفة كمان عشان اخد الفلوس دي في العيد. ايه ده العيال النبات دي تعيش قطط يعني؟ ماشي انا قررت ان انا اعيش قطه عادي. ودلوقتي هقول لكم تعملوا ايه. اوكي يا علي زي ما انتم شايفين دلوقتي ابو علي قطه. وانا ابو علي انا قطه. ايه ده حركات القطه اللي على الترابيزه؟ اوكي حركات انت قطه وانا قطه. زعبوله ايه؟ هو زعبوله فار. زعبوله فار؟ فين زعبوله؟ وانا زعبوله. ابو علي تعالى انا بره. ابو علي بره؟ بره فين؟ او ماي جاد ثانيه هنا؟ اوكي افتح. الو مش بيفتح ليه؟ اوكي اف ثانية يا علو احنا لازم تقريبا نكتشف حاجة هنا. وانا ابو علي روح مش عندي ميكانيكي. ميكانيكي؟ ميكانيكي؟ اه والله دي ميكانيكي دي ميكانيكي ده ميكانيكي فعلا يا علوية. اوكي ميكانيك ليتس جو. خلينا نشوف كده تقريبا هديله مهمة. خلينا نتحرك عشان تاخد جايزتين يا علوية. ايه الجايزتين بقى مش عارف، بس هنتحرك. ايه ده؟ اوكي القطة بتنونو طبعا. اوكي
2.5 وهنا 0.2. اوكي هنا 2. افتح دلوقتي يا معلم، تفتح لازم عشان يبقى معانا المهمه. زعبولين وزعبولين قطه والله لو شايفين. بس يا كابتن اوكي احنا دلوقتي كلنا قطط. وات هو ده باركور؟ لو لمسنا الشجره نموت. اوكي المس كده يا معلم. لا والله عادي، نافع الشجره يا اصحابي، انتوا خايفين ليه؟ اوكي دلوقتي هنا الراجل ده ممكن نكلمه. واو ليفل اب ليتس جو، احنا عندنا الليفل من 100. انتوا متخيلين على الويا؟ هنا عالم القطط، احنا قطط لمده يوم كامل عشان الجد شلبي يدينا بس هديه العيد. وانا مالي انا مش محتاج الفلوس بالشعر، يلا بينا تعالى. اجي ازاي بس يا ابني؟ انا عايز افتح مش عاوز يفتح. كابتن ادينا بس المهمه. يب ادانا مهمه نفتح دلوقتي. تفتح لازم، الباب مش بيفتح على الويا غير لما يكون معاك المهمه. وانا دلوقتي قطه، انتوا متخيلين؟ لازم على الويا دلوقتي. وات ايه ده؟ سنجاب كبير بيجري ورايا. هولي مولي، ممكن يموتنا، ممكن يموتنا. اطلع كده على الشجره. يلا سنجاب امشي. يلا بينا وادي مالي مش عشان فرد بياكلك يا دوب التكل. ايه ده فر؟ هو حركه تقريبا الفار. هو ده يا ابني فار كبير. فار كبير ايه يا ابني؟ ده سنجاب. ده سنجاب ده على ولا ايه؟ انزل اكتب لي في الكومنتات حالا سنجاب تقريبا. اوكي اطلع كده علي بسرعه. هو ده. اوكي بعد ما طلعنا على الشجره موت باركور. ايه ده؟ وادي مالي في افعى. افعى؟ انا تقريبا شفت افعى فعلا او تعبان. ثانيه ده الاكوندا. طبعا الاكوندا دي اكبر تعبان في العالم اهو. تعابين كتير على الويا، لو لمسناه نموت. اوكي اوكي بسرعه، احنا في غابه على الويا. بسرعه يا علي نطط بالقطه. انا قطه لازم احافظ على حياتي. او ماي جاد كالو دلوقتي جيت عند اخر واحده. بسرعه كده يا علي. لا 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 اطلع بليز. يب الو انا نزلت. ليتس جو. هنا ممكن ندوس اف. عملنا اف ما اعرفش. فتح لنا الجسر. بيقول ابو علي يلا بينا تعالى يا قطه. اوكي حركات الفرخه انت واقفه يا ابني بتعمل ايه؟ وانا مالي انا بينا بشعر رجلك ما. يلا حركات تعالى بقى احنا فتحنا الجسم. وات ايه ده؟ مايا حركات هنعمل ايه دلوقتي؟ انا احمريك ما اعرفش اقوم الليل. الحق حركات ورقه الشجر بتاعت الضفدعه. ليتس جو خلينا ننط كده بسرعه. اوكي ايه ده؟ مين بس اللي بيموت يا قطط؟ طبعا كل متابعيني على الهوايه داخله معانا لو انتوا كمان. وات حركات الفرخه احسن عشان كنت تستنى انه يا ابني ما انت ليه بس مشيت الاول؟ اوكي على الواد دلوقتي محتاجين ندوس تاني نفتح الجس. فين الواد زعبولة؟ معلش انا مسابقكم قدام ابو علي، انتوا لسه متاخرين ورا. مسابقنا قدام؟ ماشي يا زعبولة نو. اوكي انا لازم اعدي بقى على الواد عشان الواد زعبولة سابقني بحياه القطه اللي احنا عايشينها دي. كله ده عشان الجد الشرب يدينا فلوس بس بتاعت العيد. اوكي حركات اهو. وات مين ده؟ مش عارف. ثانيه في بوابه اهي. ايه ده الباب ده بتاع ايه؟ اوكي طبعا التحدي ان احنا نعيش 24 ساعه على الواد ده. طبعا الحمام نعيش 24 ساعة. ايه ده في بشر؟ ازيك يا عمو؟ انا غلطان والله، انا قط اليف رايح للبشر. البشر غدارة موتوني. هو ده طبعا البشر اللي موتني انا. فين؟ وات موتني من ظهري، كان واحد ورايا. وادي مالي هو انت ماشي بس بيموتني ولا ايه؟ ايوه انا لسه مكتشف دلوقتي الحركات. ده بيخش الحمام. فهمت، احنا لازم نعدي من غير وات. دلوقتي على تركيز اللعبه دلوقتي بقت اجمد. دلوقتي في ناس بتعدي زي متاهه واحنا بص ولازم نعدي من غير ما اي حد منهم يلمسنا وبيتحركوا عشوائي. واو دلوقتي على تشغيل حاسه الذكاء. يب اوكي تركيز. دي اصعب بنت، دي اصعب بنت دي لان بتتحرك بزاويه. اوكي دوس اف بقى اللي فتح لنا البوابه. بقينا عند البشر. دي تقريبا كانت جنينه الحيوانات يا علوية. احنا كنا في جنينه الحيوانات، هربنا بالقطه بتاعتنا. هربنا بالقطه بتاعتنا والله يا علوية اتخضيت كده موتني. اوكي هنا في كافيه قهوه. والله مكان قهوه كده ممكن ندخل جوه. بص البشر واقفين عند الكافيه جوه، ممكن نقعد هنا كده ده مكان البيبي. ليتس جو خلينا نطلع بسرعه. دلوقتي علوية احنا بقينا في المدينه. وادي معلي يلا بينا عندي مش الشارع. او ماي جاد في عربيات. ليتس جو علوية دلوقتي حياتك وانت قطه بتبقى صعبه جدا. لازم تركز في العربيات عشان ما تموتكش وانت بتعدي الشارع، ولازم تركز من البشر عشان ممكن البشر يموتوك عشان غدارين. اوكي اوكي تركيز. لا عدينا يلا بينا. او ماي جاد كان في عربيه تدوس عليا. يلا بينا وادي معلي دلوقتي ماشي بقى. انت هتكون صاحب الشركه. صاحب شركه؟ ايه ده انا اكون صاحب شركه؟ يعني انا بقى قطه وصاحب شركه؟ احنا شكلنا حركات هندخل ناكل من الزباله اللي في الشركه عشان احنا قطط يا ابني. لا تقريبا ماشي تكون صاحب شركه كده. اوكي انا دلوقتي لازم ادخل الشركه دي واشوف اللي هيحصل. ايه ده زعبول لك ايه؟ معلي كانت صعبه جدا يا معلي ان انا اعرف جنينه الحيوانات اللي ورا دي. الناس كل شويه تقول لي اول زعبولة حياتك وانت قطة صعبة فعلا.
وكالو يا هرب ده بص من جيت الحنات بص الناس بتبص علينا ازاي وفي عربيات كمان تعالوا اصحابي دلوقتي خلينا نقتحم الشركه بتاعه البشر وات هي دي شركه كلاب ولا شركه قطط ده برسم عليهم كلاب وقطط اوكي هندخل هنا وات ده باركور اوكي اطلع كده بعلي ليتس جو ايزي يا سلام جينا فين واو على القطه الكيوت ده اللي ويا خليني جينا كده بس عشان نسلم المهمه بتاعتنا اوكي شايفين بقينا دلوقتي مقربين نجيب ليفل 2 خلينا ناخد المهمه الثانيه اوكي بعد كده علويه هنيجي هنا كلنا بسرعه 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 اصحابي دخلنا شقه ناس عاديه جدا ساكنه في اوتيل تقريبا وات علويه انتوا متخيلين ان احنا هربنا من الشقه بتاعتهم اوكي واو نزلنا بالاسانسير قولي قولي بص علويه كنا فين كنا هنا هنا في الشركه والله دخلنا من هنا للبوابه دي عشان نقدر ننتقل للصف الثاني في الحته دي هربنا لشقه ناس ساكنه في العماره اللي انتوا شايفينها وجينا عند الراجل وات ده بيحدف عليه زباله الراجل الفقير حتى البشر الفقراء علويه اللي مابهمش فلوس بيحدف عليك حاجات انتوا غدارين والله البشر دول اوكي بص علويه قلت لكم هنيجي ناكل من الزباله والله زباله يا علويه كنا جايين هنا عشان ناكل تقريبا لا 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 يلا يلا مش هناكل من الزباله انا كقطه ما اسمحش لنفسي بكده انا اعيش 24 ساعه قطه ماشي دلوقتي علويه نعدي بقى ايزي يا سلام عليك يا ابو علي اوكي وات ازاي مقفوله اوكي صاحب اللعبه قافل ان انت تعدي من هنا طيب ماشي بسرعه 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 نيجي هنا قولي مولي ليتس جو انت مالي اوكي عدينا وات الواد القطه المتنمر ده عايز يقعد تحت اوكي علوي في ازاز اوكي علوي بعد ما لقينا الازاز ده ايه ده حركات كده واد ابو علي انت اللي كشفت الازاز ده ولا ايه يا ابني مش انا بطل ذكاء اكثر ايه ده الواد اتقلب قولي مولي ازاي ام حركات هو تيما كده مش بقى خد يا بقى ضربة القاضية ضربة القاضية قصدك يا حركات قصدي ان هو مش كده يتحول بقى الفار فار يا رزمة اللي اتقلب على ظهره زعبولة وعلي انا مش طبيب هنا مش دكتور يلا بينا نعدي طيب طيب ماشي دلوقتي خلينا نعدي بسرعة اوكي مش عايزين نلمس الازاز يا علوي لو لمسنا الازاز نموت عشان احنا قطط او ماي جاد ما لمستش الازاز وموت اوكي عدينا نط هنا على الصندوق والله حياتك وانت قطة صعبة واو شايف يا علوي كم قطه دلوقتي حركات اهو تعالى حركات اوكي نيجي هنا ليتس جو او ماي جاد الحقوا الفوره والله احنا في عالم الفوره يا علوي البشر او ماي جاد ازاي بموت تاني تاني كده يا علوي اسرع 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 خلينا نيجي هنا انزل ابو علي ليتس جو ازيك يا بشر او ماي جاد البشر بص يا علوي عشان فبيفتكر بقى انا عشان قطه جاي ياكل من الاكل بتاعه من الزباله بس انا مش زبال زيك خلينا جاي هنا كده ليتس جو يلا حركات تزعب ولا اوكي حركات تزعب ولا هناك هم يلا يا ابني طب ابو علي جايين ده ايه ده؟ قولي مولي زعبولة مولي المية ده فلوسي زعبولة بسرعة بسرعة استني في مية يا زعبولة يا نوبة انت ما تنطش هنا زعبولة وات ابو علي انت بتنصحني وانت اللي بتيجي تنط انا كنت بجرب يا ابني اوكي دلوقتي علويا ناخد بالنا عشان احنا قطة ضعيف يعني فاهمين اه طبعا ان انت كقطة بتبقى ضعيف فأي حاجة علويا بتموتنا حتى بصوا المية الإزاز البشر كل حاجة العربيات جنينة الحانات يابا عدينا ليتس جو بسرعة بسرعة حركات الزعبولة تعالوا ايه ده؟ هنعدي الطريق تاني برضو اوكي ابو علي خلي بالك بس عشان عملت جابة استنى حركات بس ما تكلمنيش اوكي تركيز تركيز يابا يابا في عربيات ليتس جو ليتس جو عديت عديت انا ابو علي يلا بينا اوكي حركات بعد ما عدينا خلينا نجي هنا تقريبا هنطلع هنا حركات تعالى اطلع على دي والله هنطلع على الكهرباء اوكي على في كهرباء خدوا بالكم طبعا احنا اوه ماي جاد احنا عشان قطط علوية بصوا بنمشي على اي حاجه ليتس جو الحمد لله عديت في كهرباء اوه ماي جاد طبعا الحاجات دي الكهرباء بتاعت البشر اللي بتنور للبشر بقى علوية البيوت بتاعتهم والحاجات دي بصوا القطط يا عيني حرام بتعاني والله القطط اللي عايشه حقيقي بتعاني طبعا ان هي بتعيش كل التفاصيل دي حقيقي فعشان كده علوية لما تشوفوا اي حيوان لازم طبعا تعطفوا عليه عشان حياه الحيوان صعبه جدا اوكي فانتوا يعني المفروض تبقى لطفاء مع الحيوانات وكده خلينا ننزل تحت كده بسرعه اوكي يعني انا عايزكم تلعبوا اللعبه دي على وتعيشوا كده كانكم بالظبط قطه حقيقي عشان تشوفوا ازاي حياه الحيوانات صعبه ليتس جو احنا جينا عند الاوضه اللي كنا فيها الاول صح يا زعبوله اول ايه يا ابو علي هنعمل ايه دلوقتي تقريبا هنكلم لا 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 احنا شكلنا نيجي هنا افتح كده ابو علي ثانيه افتح الو بتعمل ازاي افتح ليتس جو بص جينا فين يا علويه ايه ده في عربيات حركات وانا مالك يا ابويا بتشع اركب عربيه انا ممكن وات خلي ادوس ايه ليتس جو قطه بتسوق عربيه انتوا متخيلين علويه انتوا بقى راكبين العربيه بتاعتكم كده وراكبينها تحت البيت وتسحب من النوم تلاقي العربيه بتاعتك مش موجوده في الاخر تلاقي قطه هي اللي سرقاها هولي مولي بجد تحدي جامد ليتس جو تعالى حركات اللي احنا لازم ننزل هنا زكي في الفتحه بسرعه بسرعه
اوكي نزلنا. ابو علي بص احنا فين دلوقتي؟ مش عارف احنا فين. ايه ده؟ احنا تحت الارض. لازم السهم بيقول لنا ان احنا نمشي من هنا. اوكي نزلنا يا علويه في المواسير بتاعه المايه اللي تحت الارض عشان احنا قطط بقى وكده. لازم نعدي تركيز في مايه. اوكي يب 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 بسرعه بسرعه بسرعه. لازم نروح الناحيه التانيه. اوه ماي جاد يا علويه على الجمدان ده، بنعيش حياه القطه فعلا. اوكي يا علويه بعد ما عدينا بصوا في هنا طيار تحت الارض. نيجي نقف هنا كده. واو بص دلوقتي على الجمدان، احنا تحت الارض. والله فكره جامده جدا ان احنا نعيش قطط كده. انا كنت كاره الفكره من البدايه لما الجد الشلبي قال عليها، بس دلوقتي بجد انا متحمس وانا بلعب وانا قطه. وانتوا كمان يا علويه لو بتلعبوا وانتوا قطط كده هتبقى حابين الفكره جدا. خلينا نفتح البوابه. مش عايز تفتح ليه؟ وات المفروض تقريبا لازم ندوس على حاجه. ثانيه علويه محتاجين تركيز. بتفتح منين؟ اوكي علويه بعد ما دخلنا كلنا. اوكي انت بتصور يابا يابا بنصور حمزه. ثواني خلينا ندوس هنا كده. اوكي خدنا المهمه الجديده. يلا بينا يا اصحابي بعد ما خدنا المهمه الجديده دلوقتي. واو المهمه الجديده ايه؟ رقم 6. بسرعه بسرعه تعالوا دلوقتي السهم هنا. عدي كده ابو علي. اوكي تركيز. اوه ماي جاد احنا فين؟ احنا في مصنع، مصنع للبشر واحنا قطط. اوكي علويه في حاجه. بسرعه بسرعه ابو علي. تركيز تركيز. اوكي ايه الزحلقه دي؟ احنا ممكن ننط من هنا. ليتس جو، نقدر نختصر الطريق عشان احنا قطط صغيره. المفروض ان احنا نعدي كده علويه. يب عدينا معمل. وبص علويه البشر بتيجي تقعد هنا كده على الكمبيوتر وبتلعب روبلوكس وبتعمل كل حاجه وعندهم كمبيوترات. لكن القطط يا عيني حرام بصراحه، بيدوروا بس على الاكل والمكان اللي يناموا فيه بس كده علويه. اوكي نقدر نعدي من هنا. او ماي جاد المفروض نروح فين؟ مش عارف. وده حركات نروح فين؟ وانا مالي ايه طيب دي ملاي؟ ملاي ايه بس يا فرخه خليتنا اتقلب. تعالى تعالى حركني. احركك ازاي بس يا ابني؟ طب علي بس انت ملوم ازاي؟ بس واد الزعبول اللي انت سالي عليه واعمل ريسيت عشان اتقلب. صاحب اللعبه بيعمل لما انت بتتقلب على دورك ما ينفعش تقوم. اوكي ابو علي تركيز دلوقتي نقدر نعدي من هنا. ليتس جو عدينا عدينا. وات اوكي عدينا. طبعا في كور خضر اللي هي الصغيره دي علويه بتموتنا مش عايزين نلمسها. اوه شفتوا ظهرت دلوقتي؟ اي اوكي اوكي عدينا عدينا. لازم حركات الفرخه اهو. وانا بقى يلا بينا بسرعه بسرعه. خليني بس اسلم المهمه حركات. يب خد المهمه تقريبا هننط. ايوه بيقول لنا هنا نط حركات. وات احنا فين؟ ايه ده؟ او ماي جاد علويه احنا في بير تحت الارض. واو على اللافا حركات. انزل وانا بقى انا جاي حالك. ايه ده؟ ايه ده؟ احمري كان مكان ده قوي. بص بص حركات. اوكي دلوقتي فين زعب؟ ايه ده زعبوله؟ وانا انا بقلب على الدرب وعايز تساعدني. احسن يا زعبوله النوب. زي ما ضحكت عليا. ماشي يا ابو علي انا اجي لك دلوقتي. احسن النوب عامل رشيد. اوكي تعالى حركات كده. خلينا نيجي هنا بسرعه. ليتس جو. اوكي اللافا عدينا عدينا. احنا في منجم يا علويه، منجم دهب تقريبا تحت الارض. وات طبعا عادي جدا القطط بتبقى موجوده في كل حته في العالم، مفيش مكان في العالم ما فيهوش قطه. اوكي واو ليتس جو. طبعا دي لو لمستنا هنموت، دي بتلمس اصلا البشر بتعملهم كفته. تخيلوا بقى لو لمست القطه هتعملهم ايه؟ اوكي علويه دلوقتي التركيز بتاعنا ان احنا نوصل للمرحله اللي هي اللي هناك دي. في واد طبعا معانا هنا من المتابعين بص مسابقنا قدام. اوكي بسرعه 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 بسرعه. ليتس جو ليتس جو. يلا اسرع اسرع اسرع. عدينا الحمد لله. في باركور هنطلع من عليه وبعد كده نتسلم المهمه رقم 7. ليتس جو والله جامده جدا ان انت تعيش قطه. اهو هو ده اللي مسابقنا اسمه حمزه. يلا حمزه بسرعه. ليتس جو علويه اطلع. وقع تحت اتقلب يا عيني. بص علويه بتقلب الحمد لله لسه ما ماتش. اوكي بعد ما جينا هنا لسه في شويه باركور كمان. يلا حركات وانا ابو علي هويا. يلا حركات الفرقه تعالى بسرعه بسرعه بسرعه. تعالى حركات. طب طب بص يلا بينا. اوكي تعالى ليتس جو. يب سيبك من زعبولة. وات ابو علي موت. ما انا عارف ان انت موت ما انت قدامي. اوكي علويه بسرعه نيجي هنا هنا. ليتس جو. يب اوه التركيز يا ابو علي عشان في واحده صعبه وبعيده اللي هي دي. وات اوكي علويه عدينا الحمد لله اسرع. يب في واحده صعبه جدا اللي هي او ماي جاد. اهي علويه اللي انا لسه واقع فيها خدوا بالكم اهي. بصوا دماغي خبطت في البتاعه دي كريستال فوقعت علويه شايفين دي. ليتس جو بسرعه. عدينا عدينا يب عدينا. اوكي جينا هنا عند الراجل ده هنسلمه المهمه عشان يفتح لنا البوابه اللي بعدها. ليتس جو بسرعه.
اوكي خدنا المهمة. ازيك يا عمو؟ اوكي لازم نفتح الاول. افتح البوابة يلا بينا يا اصحابي. وانا مالي احنا فين دلوقتي؟ احنا في السجن حركات. خلينا نفتح كده البوابة. اوكي ركزوا اصحابي ركزوا. وات الحقيقة اللي هو الراجل كاتب لنا ايه؟ جود جاب كيتي. طبعا بيقول لنا ان بيهنينا على العمل، عمل ممتاز يا قطة. اوكي احنا قطط طبعا. فعادي جدا يعني ان هو يقول لنا كيتي. لازم تكون بسرعة بسرعة. طبعا دي انا عديت منها مش عارف ازاي موتتني. وات العيال بتعدي منين؟ العيال بتعدي من بره. بيغش والله بيغش. بس 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 عدينا عدينا. لازم وات على اللي فخاخ. اوكي صعبة. تركيز يا ابو علي. ممكن نمشي كده. وات لو ديلي بس كقطه لمس الفخ انا هموت. ام ديد. تركيز. اوكي الحق لو في حاجات كمان بتنزل وبتطلع من فوق. تركيز تاني. تركيز بسرعه 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 بسرعه. وات اوكي بسرعه اسرع اسرع اسرع. او ماي جاد. وات جينا. ليتس جو. عدينا. بعد ما نعدي هنيجي الاوضه دي. واو على الدهب والفلوس. حركات. انا جيت للغرفه اللي فيها دهب وفلوس. انا جاي حالا لازم اشكل الفلوس دي عشان ابقى اكون ماشي غني في عيد. يلا بينا بس الاول حركات. انت ازاي تعيش في العيد وانت قطه؟ اه صحيح يا رحمانيكا الناس كلها تيجي ويايا. استنى بس حركات. خلينا نعدي. ليتس جو. عدينا من الفخ. بص على الويه الفخاخ صعبه صعبه جنب بعضها. اوكي يا سلام. بعد ما عدينا نيجي هنا بقى عشان نطلع لفوق المكان ده. اوكي واو انا فهمت. في كوره بتنزل كده عملاقه. بص على الويه هتنزل دلوقتي. يا رب ما تنزل يا رب ما تنزل. اوكي المفروض احنا نستخبى. اول ما هي تنزل نستخبى. اهي جايه جايه. نستخبى هنا عشان بص على الويه بتدوس علينا تموتنا. ليتس جو. عدى ابو علي. طبعا بنستخبى في الحيطه اللي هو معموله دي الفاتحه. اوكي لو جت دلوقتي لازم استخبى تاني. تركيز. تقريبا هي جايه في اللي بعدها. جايه. لا مش جايه. عدينا ايزي. اوكي افتح البوابه كابتن. فتحنا البوابه ووصلنا لغرفة الملك اللي فيها صندوق الذهب والمجوهرات القديمة كلها. اوكي اهم علوية الملوك. ايه ده الملك مات؟ اللي هم طبعا كانوا اصحاب الذهب والحاجات دي ماتوا والله وهم قاعدين على الكرسي زي ما انتم شايفين. فينا ايه؟ وات؟ اوكي لو احنا رجعنا للاوضه اللي هي كانت الاولى. حركات اهو. ايه ده يا احمريكا؟ رجعنا في مكان بتاع ميكانيكي. اول حركات مكان الميكانيكي. بس مش عارف احنا جايين هنا نعمل ايه. ثانيه نيجي عند الميكانيكي هنسلمه المهمه. وات؟ احنا كده فنشنا اللعبه والله فنشنا اللعبه. وصلنا للمرحله من اول وجديد. انتم متخيلين على اللوية؟ اوكي ثانيه ممكن نيجي نفتح البوابه دي. مش بتفتح. اوكي مش راضي تفتح. ايه ده انا بقيت تحت الارض. افتح كده ابو علي. يب مش هتفتح. هنا تفتح. هنا تفتح ونفنش اللي بص على اللي احنا عدينا كل المرحله دي. عدينا من هنا وحديقه الحيوانات وطلعنا على الشركه اللي هناك دي طبعا دي. بعد كده عدينا من كل ده. بعد كده مشينا على سلوك الكهرباء دي وركبنا العربيه اللي كانت هنا ونزلنا على اللي تحت الارض في المكان اللي هناك ده وعدينا كل الحاجات دي ورجعنا تاني على غرفه الميكانيكي. وانا بقول له يا ابو علي احنا فنشنا كده يا اصحابي. ليتس جو. بس على فكره الفكره جامده جدا بس ان انت تعيش قطه صعب. ان انت لازم تاخد بالك من حياتك عشان ما تموتش من الطريق ما تموتش من الناس ما تموتش من العربيات ما تموتش اصلا من الحاجات اللي هي الطبيعيه اللي في الدنيا كلها. اوكي خلينا ندخل هنا. ما ينفعش ندخل تاني. تعالى حركات. وانا ابو علي احنا كده فنشنا ولا ايه؟ ايوه انا حركات فنشت. وات قلبوني. انا احمريكا واحد جامد على وشي قلبني. اوكي حركات. انت وزعبله بعد ما فنشنا في زعبله. ايوه زعبله اهو. اوكي بعد ما فنشنا كده احنا لازم نروح للجد الشلبي عشان نقول له كده قضينا يوم كامل. وات واحنا قطط. انا كده مش هينفع لو دماغي تحت الارض. خلينا نروح للجد الشلبي دلوقتي. يا اولاد بعد ما عشتوا حياتكم كقطه ايه رايكم في التحدي؟ وايه رايكم ان انتوا كمان تكونوا قطه؟ شفتوا الحياه صعبه ازاي عشان تقدر تحافظ بس على حياتك وان انت كمان تلاقي اكل؟ ايوه ايوه يا جدو شلبي فعلا حياه القطط صعبه جدا ومش بس القطط كل الحيوانات يا علويه. صح وده حركات؟ اه والله انا ما كنتش عارف اسوق عربيه كنت شايف الطريق. هي بس دي الصعوبه يعني انت مش في قطه بتسوق عربيه انت كمان؟ اه انا قبل كنت بسوق انت ما شفتنيش ولا ايه؟ بس هو ده غبي انت زعبوله شفت حياه القطه؟ أنا برضه معايا، أنا برضه من نوع الحيوانات. أيوه صح، أنت من نوع الحيوانات فعلاً. أوكي يا جدو شلبي، إيه أنت تقصد إيه برضه بكلامك؟ والله أنا أقصد يا أولاد إن أنتوا دلوقتي معاكم فلوس كتير، وكل سنة وأنتوا طيبين، بس أهم حاجة ما تكونوش طبعاً بتصرفوا فلوس في أي حاجة ملهاش لازمة، عشان في ناس غيركم، وكمان في حيوانات كتير أولى إن أنتوا تشتروا لها أكل وتأكلوها.
اتمنى تاخدوا بالكم من الكلام اللي انا بقول عليه، مش اي حاجة تشتروها وخلاص، فهمتوا؟ مع السلامة، كل سنة وانتوا طيبين. وانت طيب يا جد شلبي. كي علوي انا فهمت الجد شلبي يقصد ايه؟ الجد الشلبي خلانا نعيش قطط عشان نعرف ان الحياة صعبة وكده. احنا دلوقتي معانا فلوس كتير وادانا الفلوس فعلا، بس مش لازم نصرف الفلوس بتاعتنا على علوية في اي حاجة وخلاص، صح يا حركات؟ اول لو ده بالي شربك بقول حقيقه فعلا، مش لازم نشرب فلوس ده كده وخلاص، لازم نشتري بقى الشمس بالشاتة وبسكوت بالمادي والشيكولاته بالمبه. بس هو ده غبي انت زعبول، انت فهمت العبره اللي الجد الشلبي بيتكلم فيها؟ ايوه ده بالي، ايوه ده روح بقى بص يا بالي بقى ايه هتسيب البركه تشتري كل اللي تفتكر. ماي جاد العالي النبات ده علويه، انا فهمت كلام الجد الشلبي بصراحه، ومش لازم نصرف فلوسنا على علويه في اي حاجه وخلاص، عشان كده انا مش هصرف الفلوس دي ولا اضيعها في اي حاجه. هاتي الفلوس دي، سلام عليكم. او ماي جاد اسرق فلوسك جد شلبي، حرامي حرامي والله، بس بك حركات الفرخه مش هتعرف تمسكني يا نيو. او ماي جاد حرامي حرامي حركات يا ابني، الفلوس دي حرام يا ابني، لو جبت بيها اكله يوجع لك بطنك. مش مشكله ما يفرقش معايا. او ماي جاد ايه اللي ما يفرقش معايا؟ بس انت يا نيو انت عارف لو مسكتك عامل فيك ايه. هات يا ابني فلوسي. وانا بعليه انا رايح ابص بقى اشتري لحمه عيد. ما ما والله لو مسكتك هخليك تعمل ما بجد. الله ينزلوا اكتب لي في الكومنتات لو مسكت الواد ده اعمل فيه. اشوفكم بكره، سلام.